قريبي قريبي. ازيك يا تميمة حبيبتي؟ الله الله الله، ايه الحلاوة ده؟ ايه ده؟ منين ده كله؟ انت متضايقة مني ولا ايه؟ تصدق بقى ما عندكيش حق. على فكرة انا عايز اقول لك على حاجة، اوعى تفتكر اللي انا كنت بعمله ده معاكي عشان لا مؤاخذة بكرهك ولا عايز اسيك ابدا، والنعمة ابدا، والمصطفى ابدا. انا كنت بعمل كده عشان بحبك. وبعدين بصراحة بقى انت كنت بتعملي حاجات تضايقني، بتخليني احس كده لا مؤاخذة ان انا مش قادر احكمك، والموضوع ده بقى بيجنني بيشعوطني. انا بصراحة كده بحبك 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 قوي. انت عرفت مكاني منين؟ ما انت عارفة يا ست الكل، اللي يسأل ما يتوش. وسألت مين؟ انا بصراحة ما سألتش، مشيت ورا البيت ليلى وعالية. ومخك قالك بقى انك هتيجي هنا وتعمل اللي كنت بتعمله زمان؟ ها؟ لا خالص ابدا. طب تصدقي من ساعة ما سبتيني وانا مش عارف انام، وضميري كل شوية يأنبني، وعالي يقول لي كان فين دماغك يا جابر وعقلك وانت بتعمل العمايل دي؟ بس عارفة بقى عذر الوحيد في اللي انا كنت بعمله ده ان انت تفضلي جنبي وما تسيبنيش. اصل انا بحبك بحبك قوي قوي. ونبوي قطعت وقطعت سيره امها، مش طلعت لا مؤاخذه شمال. يا سلام. اه ما انا طلعتها. بيني وبينك الجواز دي ما كانتش تلزمني من اساسه. هو انت عايز ايه بالظبط يا جابر؟ جاي هنا ليه؟ ما مرضكيش برضه يا حبيبتي ان احنا نعيش بعيد عن بعض، تبقى انت في حته وانا في حته، ينفع والنبي؟ ده حتى حرام، وكمان ما يرضيش ربنا. وايه بقى اللي يرضي ربنا؟ ان احنا نعيش مع بعض. يعني انت عايز تيجي تعيش معايا هنا؟ اه نعيش سوا مع بعض، ناخد بحس بعضينا يعني، ولا مؤاخذة برضه يعني انت برضه محتاجة راجل يقف جنبك ويحميكي. وانت بقى الراجل اللي هيقف جنبي ويحميني؟ طب اسمع بقى يا جابر، انت هتفضل هنا جنبي بس مش عشان انت راجل ولا بتحميني، عشان في حاجة هنا في دماغي ومش هتحصل غير وانت موجود قدام عيني. دينا! دينا! نعم. انت هيتوا الامن من تحت. حاضر. امن ايه طيب؟ امن ايه؟ انت مش عايز تيجي تعيش معانا هنا؟ اتقل بقى عشان تاخد حاجه نظيفه. ايوه كده تبقى عندنا زي الفل. خدوه. لو عرفت انه اتحرك من المكان اللي هتحطوه فيه مش هرحمكم. يلا. طب يعني بس افهم بس في ايه؟ طب اخد فكره بس. خدوه. انت كويس؟ نمت كويس يا جابر؟ اه نعمة الحمد لله. والله انا عارف ان انت قلبك طيب وزي البافتة البيضة، وهتعرف ان اللي حصل ده حب مش كره. طبعا. خدوه. خير؟ هو في ايه؟ هتروح مشوار صغير. طب يعني لا مؤاخذة في السؤال، يعني فين المكان ده؟ مكان هيعجبك قوي، هتنبسط على الاخر. يعني معلش لو فيها سؤاله، يعني هم دول ليه يعني؟ عشان يهتموا بيك. ربنا يخليك يا مراتي يا حبيبتي، ما حرمنيش منك. الله يخليك. امشي انت، يطلع واقف الباب. اربع ايام الكلب ده ما يتفتحش عليه الباب، مفهوم؟ لا 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 ل
ايه الهدوم اللي انت لابساها دي؟ انت مش عارفه ان انا جاي؟ طلقني. فاضل لك 3 ايام. وانا مش عايزه اعيش معاك ولا يوم واحد. كده بقى يبقى هتخسري كل اللي اتفقنا عليه. معلش، الاتفاق اتفاق. اه طبعا الاتفاق اتفاق. وانا مش عايزه اعيش معاك ولا يوم واحد. عشان قرفت منك ومن نفسي ومن العيشه معاك، ايه رايك بقى؟ اكيد طبعا العيشه في الحاره وحشتك. العيشه في الحاره انضف منك. بتغلطي ها؟ بتغلطي. شوفي يا هلا، انت مش فاهمه حاجه خالص. بس عشان انت عزيزة عندي جدا، أنا بقى هفهمك مرة تانية. بس المرة دي حط الكلام ده على أفودنك يا بنتي. البني آدم مننا هو اللي بيحط نفسه في المكان اللي يستاهلها، وانت للأسف حطيتي نفسك في المكانة دي. يعني قبلتي ان انت تبيعيلي نفسك بفلوس، قبلتي تبقي جارية عندي مش زوجة. فاوعي اوعي اوعي مرة تانية تطلبي حق غير حق الجارية. يلا يلا اتفضلي غيري هدومك، انا مش هطلقك. انا بحب يا هالة اكل التفاحة لغاية اخرها، بحب اخد حقي كامل. يلا يلا غيري هدومك.